بكره، وهناخد بقى فكره صن داونز نفصصه لاعب لاعب وكمان اداء صن داونز وحتى التصريحات هنبدا منها يا احمد، لان انا عندي فكره لما احنا بنتكلم اي حد بيتكلم معايا في فكره احنا خسرنا بخماسيه هنعوض هنعمل ايه، بقول له حاجه واحده بس، التعويض كان في مباراه برج العرب السنه اللي فاتت وما نجحناش فيه. النهارده احنا مش بنلعب مباراه عشان نعوض هزيمه الخمسه من صن داونز ولا لنا اي علاقه بالمباراه دي، احنا عندنا اهداف واضحه مع مدرب مختلف مع فريق فيه عناصر مختلفه، وكل مباراه ليها ظروفها، وزي ما هنشوف في لاعبين من صن داونز مستواهم مختلف تماما، في لاعبين في مستوى افضل. أول خطوة عشان تتغلب على صن داونز بكرة هي إنك ما تحطش على نفسك أعباء نفسية في نتيجة الخمسة، ودي حاجة إحنا بنتكلم فيها بوضوح، إحنا ملناش علاقة بالمباراة دي، إحنا عندنا أهداف جديدة، أنت محتاج حاجة واحدة بس، وأنا واثق إن فايلر قاله، إن أنت تبدأ تسجل الهدف الأول. مش بتلعب على إن دي مباراة عودة لنتيجة مسبقة، وده بيفرق كتير جدا في التحضير النفسي للاعبين. انت مش بتلعب مباراه عوده، في فرق ما بين انك تسجل وعايز تطلع بنتيجه، وفي فرق ما بين انك بتلعب عشان تعوض نتيجه كبيره، فبتلعب باندفاع، بتلعب بتسرع. احنا في مباراه صن داونز العوده السنه اللي فاتت يا احمد تخيل كان لنا تقريبا عدد مقارب من المحاولات الخاصه بصن داونز في الذهاب، بس الفرق انك نفسيا كان صعب جدا وتركيزك مشتت، فاحنا مش عايزين نلعب بالعقليه دي. ريني فايلر كان له تصريح مهم جدا، رد على مدرب صن داونز او تصريحاته وسيل من التصريحات، موسيماني يجيد الحرب النفسيه اكثر من اي شيء. دي فكره كان فايلر بيعيها تماما، عشان كده قال مدرب صن داونز يقول اننا سنتاهل لكني ارى انهم اقوياء ولا يمكن ان نفوز في اللقاء الاول من اللقاء الاول، فنحن امام مواجهه مدتها 180 دقيقه. هو ده اللي قاله، ده نفس انعكاس اللي احنا بنقوله، انا مش بلعب مباراه عوده، انا بلعب خطوه اولى في 180 دقيقه. موسيماني بيحاول يخلينا كان احنا نازلين مضغوطين عشان نعوض. تاني حاجه، المباراه بالنسبه لنا هدف وحلم، لكن البطوله تاتي بالاداء وليس الاحلام. اللعب السريع، وده كلام مهم جدا، والاداء الفني ونسبه الحظ. على فكره فايلر بيتحدث بذهنية وخلفية مباراة الزمالك في السوبر، واضحة جدا. عدد محاولات 16 محاولة على المرمى والحظ تخلى عنك في مباراة صن داونز، وهو بيتحدث عن مباراة الزمالك عشان كده، وبيقول ونسبة الحظ هذا ما يساعد وليس الضغوط، والفريق مؤهل نفسيا، وما يتبقى هو تنفيذ التعليمات داخل الملعب. من أفضل كلمات فايلر المركزة، وأتمنى من فايلر إن التحضير النفسي اللي هو قاله ده هو اللي يكون وصل ليه مع الفريق، لأن دي حاجة مستحيل نعرفها إلا لما نشوف الأداء بكرة. فأتمنى الكلام اللي أنا شايفه إيجابي جدا وبيدل إن هو حضر كويس قوي يكون منعكس على الفريق بشكل عملي. ولكن عندك كلام مهم عن تصريحات موسيماني. أكيد هو ريني فايلر يعني لا يلدغ المرء من جهر مرتين كنادي أهلي، لكن ريني فايلر طبعا عارف تاريخ الواقعة السابقة، وهو لم ينخدع بتصريحات موسيماني. الراجل جاي بيتكلم عن النادي الأهلي وفكرة إن هو دايما يريح لاعبي النادي الأهلي، ما يخليهمش عندهم غيره او ان هو يديهم تصريحات مستفزه، لا بيدي تصريحات انت زي ريال مدريد وزي برشلونه، انا كنا مفتح جدول مباراه النادي الاهلي فوز 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 فوز، وبيصدر فكره الراحه النفسيه لاعبي النادي الاهلي، وعملها معانا قبل كده وعملها مع الزمالك في 2016. لكن اعتقد ريني فايلر بتصريحاته دي واضح جدا وفاهم جدا فكره اللعب على الحرب النفسيه دي، ومش هتشغله، والحمد لله عندنا مدير فني لا تشغله الامور دي. لكن موسيماني جاء اتكلم عن فكره تعالوا يعني ازاي كل ما افتتح النادي الاهلي فوز فوز فوز، برغم ان انت كل ما تفتح مباراه صن داونز وتحديدا الشهر الاخير اللي هو شهر فبراير تقريبا نفس عدد المباريات الى حد بعيد، وان كان النادي الاهلي ست مباريات لكن مباراه الزمالك لم تلعب، فريق صن داونز خمس مباريات زي ما حضراتكم بس بنستعرضها على شاشه عماره طبعا معانا بالصوره. مباريات الاهلي في شهر فبراير، الاهلي لعب ست مباريات، اربعه فوز واثنين تعادل، يعني مش كله فوز فوز فوز. طبعا مباراه السوبر بتحسب تعادل، سجل 11 هدف واستقبل هدفين، لكن لو جيت استعرضت مباراه صن داونز هتلاقي في فرق كبير جدا من ضغوط واعباء نفسيه بينها وبين مباراه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب مباراه مصيريه في السودان امام الهلال، على عكس صن داونز اللي بيلاعب الوداد وهو ضامن الصعود، وكمان في جنوب افريقيا بيلاعب مباراتين في الكاس بيفوز فيهم بسهوله، وكمان بيقدر يعمل الروتيشن بشكل كبير جدا، وكمان مباريات الدوري وبرضه بيفوز فيها، خمس مباريات حقق خمسه فوز، سجل تسع اهداف، استقبل هدف وحيد. فعن اي اساس بتتكلم عن انك بتفتح مباريات الاهلي فوز فوز فوز
في الوقت اللي احنا بنفتح مباريات سان داونز في شهر فبراير اللي هو تقريبا متقارب جدا مع النادي الاهلي، فوز فوز فوز، وكان عندك انك تقدر تريح لعيبتك، وده حصل في مباريات الكاس على عكس برضو. لكن عكس النادي الاهلي سافر في السودان في موقع صعبه جدا جدا جدا، سافر الامارات للعب مباراه السوبر الاماراتي وصلت ركلات الترجيح، بتلعب مباراه لا حساسيه خاصه مع نادي المصري، بتلعب مباراه لا حساسيه خاصه مع نادي بيراميدز، حتى مباراه الزمالك ما اتلعبتش، كان في اجواء صحيح. وصلت المباراه في عز مطر وموضوع صعب جدا للاعبين، وبرده كنت متاهل اللاعبين للعب المباراه. فاعتقد اذا كان بتفتح انتصارات النادي الاهلي فاحنا فتحنا انتصارات سان داونز، والاصعب ان النادي الاهلي كان بيتحمل او لاعبيه كانوا بيتحملوا ضغوط صعبه جدا في شهر فبراير، على عكس نادي سان داونز اللي جاي بكل اريحيه وجاي بدري كمان بيستعد للمباراه بكل جديه. دايما بنشوف تصريحات عادتها التقليل من المنافسين، المباراه دي غريبه جدا، شعارها انت بتحترمني انا كمان هحترمك اكتر، انت فريق قوي، لا انا عارف ان انت كمان فريق قوي، وده تحضير نفسي مختلف. يعني يمكن فايلر حب يلعب نفس لعبه موسيماني، فالاثنين انتقلوا التصريحات، مش عاده هي اللي بتبقى موجوده في كره القدم، ولكن تصريح من التصريحات اللي انا بحبها بقى، حاجات اللي فعلا بقف عندها، لان هي بتؤكد على قيمه النادي الاهلي عند لاعبين كمان كبار. كيكانا واحد من افضل اللاعبين في سان داونز، قائد، لاعب كبير في السن بقاله كتير جدا بيلعب، عنده خبرات، قال سعيد لانني سالعب امام الاهلي، الاهلي كان الفريق الذي كنت اشجعه في طفولتي. وشيء دايما بنقابله لما بنتحدث عن قد ايه النادي الاهلي في افريقيا بحكم تاريخه وبطولاته والقابه وانجازاته، لاعبينه المميزين جدا اللي لو عديناهم مش هنخلص اسمائهم، فعلا كل اللاعبين دول سابوا بصمه، وهم اللي بنشكرهم لان هم اللي صنعوا فكره الشعبيه اللي بيتحدث عندها وبيرتبط بيها العديد من اللاعبين. عايزين بقى نشوف سان داونز في المجمل عشان بعد كده نقف عند سان داونز في نقاط مفصلة كتير جدا، لان الفريق ده مرهق جدا في تحليله ومشاهدته، فريق مش سهل ابدا، والاهم ان فريق عنده استقرار فني بشكل كبير جدا. موسيماني ده من 2014 تقريبا خمس او ست مواسم مع مشروع سان داونز، فكمان اللاعبين لو انت شفت مباريات سان داونز سنة 2020 و2019 و2018 لغاية 2016 هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين مستمر مع الفريق، فبقى عنده شخصية البطل وبقى فيه انسجام واضح بين اللاعبين.